وابحث ليطي فنانة تشكيلية ومصممة أزياء. أنا موظفة أعمل في وزارة الثقافة وحالياً عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية للفن والتشكيلية ومنظمة مشاريع ثقافية في وزارة الثقافة. سمعت بفكرة أن بيوظفون هذا المكان المطافي أو الدفاع المدني لعمل فني أو مثلاً مكان للفنانين، يعني كمقر للفنانين. هي فكرة حلوة يعني وجميلة، وبالنسبة حق الفنان يعني حاس أن هاي مكانه، لأن الفنان يحب أنه يكون مكان يعني فيه آرت فيه فن. هذا المكان راح يضم الفنانين، بيصير تبادل بينهم في الأفكار في الشغل، فهاي الشيء المميز اللي بيضيف يعني مبنى المطافي للفنان، إنه هو راح يجمع بفنانين، وهذا الشيء مش موجود عندنا في قطر. والله أتوقع راح يكون معلم فني، معلم يضم يعني المعارض التشكيلية، المجالات الفنية المختلفة، تصوير، موسيقى، يعني جميع المجالات اللي موجودة كفنون، وهذا الشيء يضيف للمشاريع اللي موجودة في قطر، ومشروع مميز يعني في نفس الوقت لها هوية معينة. فهذا الشيء اللي يميزه هو كمكان، خصوصا ان هذا المكان هو معلم قديم تم توظيفه بطريقة حلوة للفنان. يعني احنا كفنانين صراحة يعني مكان فني بديزاين اللي بالشكل الخارجي له، كمكان انا احس بيت بيكون بيت للفنان وبيرتاح فيه اكثر. نجحت نجحت.